ينضم إلينا موفد قناة التغيير إلى القاهرة بدر الركابي. أهلا بك بدر. ما الملفات التي يحملها الوفد مع رئيس الوزراء السيد السوداني إلى القاهرة إذن؟ نعم زملائي، تحية لكما وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نتواجد هنا في العاصمة المصرية القاهرة، وبالتحديد هنا في السفارة العراقية في القاهرة. يعني بعد دقائق قليلة سيصل رئيس الوزراء هنا إلى السفارة العراقية في القاهرة من أجل اللقاء مع السفير العراقي وأيضا الجالية العراقية المتواجدة، برفقة أيضا الوفد الحكومي الكبير الذي يرافقه خلال هذه الزيارة التي تستمر اليوم وكذلك أيضا يوم غد. يعني جدول حافل بالعديد من الفقرات يتضمنها هذا الجدول خلال اليوم وأيضا يوم غد. بدأ بزيارة يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن ثم التوجه إلى مسجد الإمام الحسين، وبعد ذلك الآن سيأتي إلى السفارة العراقية في القاهرة، ومن ثم ينتهي أعمال يعني الجدول اليوم، ومن ثم نبدأ صباحا يوم غد بذهاب رئيس الوزراء للقاء رئيس الجمهورية المصرية السيد السيسي، وأيضا الوفد بمجمله سيتجه إلى العاصمة الإدارية، وبعد ذلك سيتجه رئيس الوزراء إلى العاصمة الإدارية، وبعد ذلك سيكون هناك لقاء مشترك مع رئيس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي، ومن بعد ذلك سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، نتحدث عن 9 اتفاقيات، وبعد ذلك سيكون هناك لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. عند الحديث عن الاتفاقيات دعيني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع ضيفي ومن يتواجد بالقرب مني، وكيل وزارة التجارة الأستاذ ستار الجابري. أهلا بك أستاذ ستار، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير ونشرة الحصاد. حدثنا إذا أمكن عن الزيارة وأيضا فيما يتعلق بالاتفاقيات التي سيتم توقيعها يوم غد وتفصيلاتها. بداية شكرا لكم لقناتكم وكادركم الموقع. الحقيقة منذ 4 أيام انطلقت أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية التي يترأسها دولة رئيس الوزراء من الجانب العراقي ورئيس الوزراء من الجانب المصري، ونحن كلجنة خبراء باشرنا عملنا حتى اكتمل ونضوج المحضر ما بين الطرفين واللجنتين الخبراء، وأيضا هناك 11 مذكرة تفاهم اليوم تم الاتفاق عليها، إن شاء الله بكرة يشهد توقيع هذا المحضر من قبل دولة رئيس الوزراء، وأيضا توقيع عدد المذكرات من قبل الوزراء المعنيين. طيب. اليوم بأي جوانب هذه المذكرات وبماذا تخص؟ يعني المحضر تناول كثير من الجوانب السياسية والتبادل الاقتصادي والتجاري وفي ملف الكهرباء وملف الاستثمار والكثير من الملفات التي تم تناولها فيما يخص المحضر. المذكرات أيضا فيما يخص وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل، هناك مذكرتين، مجلس الخدمة الاتحادي، وأيضا مذكرات في الأوراق المالية ومذكرات خاصة في وزارة النقل. عدد من المذكرات ما يقارب 11 مذكرة تم تنظيمها، وهذه المذكرات تضمنت الكثير من الأمور الفنية التي يمكن تطبق من خلال هذه الحكومة، حكومة البرامج وحكومة الخدمة. ماذا نفهم اليوم من زيارة رئيس الوزراء إلى مصر بظرف 4 أشهر لمرتين؟ حقيقة هي إرساء العلاقات وتوطينها وتقويتها ما بين البلدين. هناك علاقات استراتيجية ما بين العراق وما بين مصر، وهناك ارتباطات عضوية ما بين الشعبين، واستثمرت الحكومتين خصوصا حكومة السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني هذه العلاقات وهذه الروابط ما بين الشعبين، استثمرتها بشكل صحيح لتقوية العلاقات وانعكاساتها من الجانب السياسي وأيضا الجانب الاقتصادي وتوسعة التبادل التجاري. فبالتالي هذا الانفتاح من قبل الحكومة العراقية على جميع الأشقاء العرب وأيضا على الدول المجاورة انعكس إيجابا، وهي هاي واحدة من الخطوات المكملة للخطوات الإيجابية التي قام بها دولة رئيس الوزراء والزيارات التي ضمنت عدد من الدول العربية والدول المجاورة. كيف ترى الدول المجاورة خصوصا اليوم نتحدث عن زيارة القاهرة، كيف ترى هذا الانفتاح يعني العراقي؟ هذه الزيارة اليوم، قدوم دولة رئيس الوزراء على رأس وفد كبير من الوزراء وأيضا
عدد كبير من رجال الأعمال القطاع الخاص حقيقة هي مؤشر إيجابي اهتمام بالقطاع الخاص، وكان هناك ترحيب وهناك تفاعل كبير من قبل الشعب المصري والحكومة المصرية، وكان هناك ارتياح، وبالتالي نعتقد سوف تكون هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تنعكس بصورة إيجابية على الشعبين من حيث المواقف السياسية وتحسينها، وأيضا القضايا الاقتصادية والتبادل التجاري. سؤال أخير واسف على الإطالة، قد نشهد بالفترة أيضا المقبلة زيارة ثالثة لرئيس الوزراء مع وفد إلى مصر؟ يعني حقيقة شكلت لجنة متابعة بتوجيه من قبل رئيس الوزراء، يترأسها وزيري التجارة من قبل الجانبين، وهناك متابعة، نعتقد هناك زيارات سوف تكرر لدولة رئيس الوزراء، وأيضا هناك زيارات عكسية من قبل الجانب المصري، وهناك تطور كبير في هذه العلاقات، وهناك انعكاسات كبيرة، وهناك حقيقة تحسن بالأداء، وأيضا هناك ترحيب، وهناك دعم لهذه الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء. هذا جاء مبنيا على هذه الحكومة، حكومة البرامج، حكومة الخدمة، وأيضا الدعم السياسي الذي حصل عليه دولة رئيس الوزراء، الدعم الكبير من قبل القوى السياسية المتبنية لهذه الحكومة. فنأمل إن شاء الله أن تكون هناك خطوات إيجابية باتجاه مصر وبقية الدول المجاورة والدول العربية. شكرا جزيلا أستاذ ستار. نعم زملائي، كما شاهدتم واستمعتم إلى هذه التفصيلات فيما يتعلق بالاتفاقيات التي سيتم توقيعها يوم غد، بالإضافة أيضا إلى ملف آخر يتضمنه يعني هذه الزيارة، وتتضمنه هذه الزيارة هي يعني مناقشة دور العراق فيما يتعلق بالوساطة ما بين طهران وكذلك القاهرة، خصوصا أنه كانت هناك خطوات في هذا الملف، وأيضا تأتي هذه الزيارة لاستكمال هذه المناقشات، خصوصا في ظل اليوم الشروق الجديد فيما يتعلق بسماع العلاقات بين بغداد وأيضا القاهرة، وأيضا عودة لاعب العراق لدوره الفعال والمؤثر في المنطقة. بالتالي هذا ما يجعل اليوم طرح هذا الملف أيضا حاضرا وبشكل مهم خلال هذه الزيارة. موفد قناة التغيير إلى القاهرة بدر الركابي، شكرا جزيلا لك.